بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي. نأخذ الصفحة رقم 103. راكونتي ان سوفينير دو فواياج. راكونتي ان سوفينير دو فواياج. حكاية ذكرى سفر. حكاية ذكرى سفر. عندنا لو سوفينير ومنها فعل سو سوفينير يعني فعل يتذكر. إذا راكونتي ان سوفينير دو فواياج حكاية ذكرى سفر أو ذكرى رحلة. إذن سيتياسيون يعني الوضعية، وضعية الطفلين هنا سيحكي هذا النص الصغير، يعني نتكلم عن ظروفهما، هذه الظروف التي سيخلق من خلالها هذا الحوار الذي سنتحدث عنه. إذا نتكلم عن سيتياسيون يعني الوضعية. سي لو جور دو لا رونتري دي فاكونس. سي لو جور دو لا رونتري دي فاكونس. إنه يوم الدخول من العطل. طبعا عندنا لي فاكونس كلمة جمع، كلمة فاكونس تأتي جمعا. إذن سي لو جور دو لا رونتري دي فاكونس. إذن عندنا هنا إنه يوم الدخول من العطل. من هذا؟ كما لو أننا سنترك العطل ثم الدخول منها. إنه يوم الدخول من العطل. كما لو أننا سنترك العطل ثم ندخل منها ونتخلى عنها. سي لو جور دو لا رونتري دي فاكونس. إذا عندنا دريس وكريم. دريس وكريم دو كاماغا دو كلاس. صديقي أو رفيقي القسم. دو كاماغاد دو كلاس. صديقين للقسم. تربطهما صداقة، صداقة القسم. سو رونكونتخ. عندنا لو فيرب سو رونكونتخي. يعني فعل التقى. إذن دريس وكريم سو رونكونتخ. يعني أن دريس وكريم يلتقيان. دون لا كور دو ليكول. دون لا كور دو ليكول. في ساحة المدرسة. إيل إيفوك. Il évoque. عندنا لو فيرب évoquer. évoquer المقصود بها انك تستدعي للذاكره، وعندها واحد المعنى اخر في مجال اخر، انك تستدعي الارواح. هذا نتحدث عنه فيما يخص السحرة او المشاهدون يقومون بتلاوه بعض العبارات لاستحضار الارواح. اذا ممكن ان نستعمل هذا الفعل évoquer. Il évoque leur souvenir de voyage. يعني هم يستدعون للذاكرة ماذا؟ leur souvenir يعني ذكرياتهم. de voyage للرحلة. إذن كما قلنا c'est le jour de la rentrée des vacances. Dries et Karim deux camarades de classe se rencontrent dans la cour de l'école. ils évoquent leur souvenir de voyage. إذن هم يستدعون ذكرياتهم للرحلة. ذكرياتهم للرحلة. كما لو نقول بأنهم يستدعون ذكريات رحلتهم. احنا ما عندناش ذكريات رحلتهم، عندنا ذكرياتهم للرحلة، ولكن المقصود بها ذكريات رحلتهم. Il évoque leur souvenir de voyage. إذن عندنا دريس. دريس سيتكلم أولا، سيقول ماذا؟ Tu sais. Tu sais. أنت تعرف. Tu sais. أنت تعرف. C'est le verbe savoir. هذا فعل عرفة. ومن كلمة لو سافوار يعني المعرفة. ومن كلمة لو سافوار يعني المعرفة. Tu sais. أنت تعرف. Je voyage avec ma famille dans la région d'Afourar. يعني أنا سافرت مع عائلتي هنا عندنا في جهة أفورار. Dans la région d'Afourar. Dans la région d'Afourar. يعني في منطقة، هنا عندنا جهة المقصود منطقة أفرار. المقصود أنني سافرت مع عائلتي إلى منطقة أفرار. لكن هي تقال كما نلاحظ أنا سافرت مع عائلتي في منطقة أفرار. تقال هكذا. Je voyage avec ma famille dans la région d'Afourar. Nous avons campé. طبعا نتكلم عن لوكون. نتكلم عن لوكون. طبعا بلا تنطق هنا، المقصود به هو المعسكر أو المخيم أو مكان التخييم. إذن يسمى لوكون. إذن المعسكر. طبعا الفعل التي تجي منه هي خيمة. إذا نتكلم عن المخيم اللي هو لوكون، نتكلم عن خيمة اللي هو فعل
كامبي كامبي. اذا في هذه الحاله بي تنطق، اذا نتكلم عن لو فيرب كامبي. اذا هنا جي فوياجي افيك ما فامي دون لا ريجيون دافورا نو زافون كامبي، نحن خيمنا او بور دو لاك على ضفه البحيره، نحن خيمنا على ضفه البحيره. اذا لو لاك المقصود به البحيره. جي مي سوي باني يعني انا سبحت، جي مي سوي باني يعني انا سبحت. عندنا هنا لو فيرب سو باني يعني سبحه. جي مي سوي باني جي في دو كاياك. ما معنى كاياك؟ طبعا كلمه كاياك تطلق على واحد نوع من القوارب يسمى كاياك. طبعا كلمه كاياك تكتب بالطريقه، و كاياك كما نلاحظ انها تكتب ايضا بد الكتابه ايتان تيب دو بيروغ. اذا هو نوع من القوارب. طبعا كلمه بيروغ كما نلاحظ تطلق على هذا النوع من القوارب. كلمه كاياك تطلق على هذا النوع من القوارب كما نلاحظ في الصوره. الكاياك او كاياك ايتان تيب دو بيروغ هو نوع من القوارب. طبعا كلمة بيروغ تشمل القوارب الكبيرة، لكن هنا نحدده فنقول لجير يعني أننا نتكلم عن قوارب صغيرة. يوتيليزون يعني أن تستعمل. طبعا كلمة بيروغ ممكن تكون فيها الكبيرة وتستعمل محركات. إذا كلمة بيروغ تطلق على كل أنواع القوارب بما فيها الكبيرة والتي تستعمل محركات، لكن هنا نتكلم عن كاياك. إذا نتكلم عن ان تيب دو بيروغ، إذا نتكلم عن نوع من القوارب، لكن سنحدده فنقول لاجير يعني أنه صغير. وفوق هذا يوتيليزون اون باغي، يوتيليزون اون باغي يعني أنه يستعمل مجدافا كما نلاحظ. فوالا سيت اون باغي، فوالا سيت اون باغي. إذا هذه تسمى باغي، إذا المقصود بها مجداف. بور لو بروبيلسي من اجل دفعه، من اجل دفعه لو ديريجي من اجل توجيهه الاكيليبري ومن اجل توازنه. بور لو بروبيلسي من اجل دفعه، مادام انه لا يتوفر على محرك اذا طبعا سنستعمل المجداف. بور لو بروبيلسي من اجل دفعه ثم لو ديريجي من اجل توجيهه مادام انه ما عندوش الموجه، ثم اليكيليبغي ومن اجل جعله متوازنا كما لو نقول هنا وموازنته. عندنا لو فيرب اكيليبغي يعني انك توازن شيئا. اذا هذا المجداف كما نلاحظ يلعب ثلاثه الادوار، اولا الدفع، ثانيا التوجيه، ثالثا التوازن. اذا المجداف يسمى ماذا؟ يسمى اون باغي او بيان لا باغي. لا باغي. ثم القارب الصغير الذي يسمى، يسمى كاياك. إذا كما يقول دريس جو مي سوي باني يعني أنني سبحت، سي لو فيرب سو باني، جي في دو كاياك يعني أنا فعلت قارب صغير، يعني أنني فعلت قارب صغير. المقصود أنني ركبت القارب الصغير، جي بارتيسيبي، ثم أنني شاركت، سي لو فيرب بارتيسيبي. J'ai participé, yani annani sharaktu, et j'ai participé à des randonnées à pied dans la montagne. Tum annani sharaktu à des randonnées. J'ai fait du kayak et j'ai participé à des randonnées à pied dans la montagne. Tum annani sharaktu à des randonnées à pied dans la montagne. Randonnée maqsoud biha longue promenade. Longue promenade. Yani nazha tawila. Longue promenade. طبعا نقول مثلا روندوني بيدستر. بيدستر مقصود به رجليه. اذا نتكلم عن نزهه طويله على الارجل، نتكلم مثلا عن نزهه طويله مشيا على الارجل. لا نستعمل وسيله اخرى مثلا كالدراجات او السيارات. اذا نتكلم عن روندوني بيدستر وهذا هو المقصود عندنا في النص كما نلاحظ. اي جي بارتيسيبي ا دي روندوني ا بي يعني انني شاركت في نزهات طويله ابي على الرجل، يعني انني مشيت على رجلي، يعني اننا شاركنا
فدمزها على الأرجل دون المونتان في الجبل. المقصود بأننا قمنا بمزها طويلة في الجبل على الأرجل. إذن j'ai fait du kayak et j'ai participé à des randonnées à pied dans la montagne. C'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Formidable مقصود بها هائل ضخم رهيب إلى آخره. C'est vraiment. Vraiment مقصود حقيقة. C'est vraiment formidable. إنه حقيقة رائع. C'est vraiment formidable. إنه حقيقة رائع. إذن ماذا يمكن أن يقول كريم مثلا؟ كريم ممكن أن يقول مو pendant mes vacances. أنا أثناء عطلاتي. طبعا أثناء عطلي كما عندنا هنا. أنا أثناء عطلاتي. Je suis allé à Marrakech. أنا ذهبت إلى مراكش avec mes amis. مع أصدقائي. Nous avons visité plusieurs sites antiques. نحن زرنا عدة مواقع قديمة. نحن زرنا عدة مواقع قديمة. Nous avons visité plusieurs sites antiques. نحن زرنا عدة مواقع قديمة. Nous avons visité plusieurs sites antiques. نحن زرنا عدة مواقع قديمة. المقصود أننا زرنا عدة مواقع أثرية. Et nous avons aussi apprécié son bel espace. Et nous avons aussi, ونحن أيضا apprécié, يعني كما نقول بأننا قيمنا المقصود أننا أعطينا قيمة. المقصود بمعنى آخر أننا استمتعنا. Son bel espace, notamment, يعني أننا استمتعنا بفضائها الجميل, notamment بالخصوص son centre. Et nous avons aussi apprécié son bel espace, notamment son centre. نحن أيضا استمتعنا بفضائها الجميل, notamment بالخصوص son centre, بالخصوص مركزها, la place ouverte. إذا نتكلم عن الساحة المفتوحة. Nous avons visité aussi. نحن أيضا زرنا la place جامع الفنا. زرنا موقع جامع الفنا. هو الاتموسفير خاديسونيل, حيث الاتموسفير مقصود به هو الفضاء أو الجو. هو الاتموسفير خاديسونيل, حيث الجو القديم العتيق التقليدي. هو الاتموسفير خاديسونيل دو لافيل, حيث الجو خاديسونيل مقصود به القديم أو التقليدي دو لافيل للمدينة. إلي كونتو, طبعا نتكلم على الفيرب كونت المقصود به انك تحكي, المقصود به غيسيتي, المقصود به غيسيتي او بيان غاكونتي او بيان فير لو غيسي دو. فير لو غيسي دو يعني انك تفعل حكاية كذا, المقصود انك تحكي وتروي. اذا نتكلم على فان كونتي او بيان غيسيتي. نوز افون فيزيتي اوسي لا بلاس جامع الفنا, نحن ايضا زرنا ساحة جامع الفنا. و الاتموسفير, حيث الجو و الاتموسفير يعني فين كاين الجو تراديسيونيل التقليدي او القديم دو لافيل للمدينه. اي لو كونتور, ثم حيث يوجد ايضا في هذا المكان لي كونتور يعني الحكواتيون كما نقول الذين يروون القصص. اذا نتكلم عن رواه القصص. اذا لي كونتور اكروبات اي ماجيسيان. إذا نتكلم عن الألعاب البلوانية إيماجيسية, نتكلم عن الصحراء. إذا نتكلم عن صحراء الترفيه, لا نتكلم عن نوع آخر من الصحراء, نتكلم عن صحراء الترفيه. إذا إيماجيسية غيفاليز سلافرب غيفاليزي, هذا فعل نافس أو كافح إلى آخره. نتكلم عن لافرب غيفاليزي. بور ديفارتير, عندنا الفيرب ديفيرتير. طبعا ديفيرتير المقصود به سلة, يعني أنك تسلي أشخاص. وأيضا فيه معنى يلهي وفيه معنى ديال ألهى. طبعا التسلية واللهو لهما جوانب مشتركة. إذا ديفيرتير المقصود به أنك تسلي أو تلهي. إذا ممكن أن الفيرب ديفيرتير أحيانا يعني يسرق. فالمعنى اللي عندنا هنا انه يعني يسلي. اذا نتكلم عن اكروبات, اذا نتكلم عن اكروبات اي ماجيسيان غيفاليز بور ديفيرتير.
نتكلم عن الألعاب البهلوانية ثم السحرة غيفاليز، يعني أنهم ينافسون. غيفاليز كما لو نقول بأنهم يكافحون، غيفاليز كما لو نقول بأنهم يجتهدون ويكافحون إلى آخره. بور ديفيرتير، لكي يسلوا، لكي يسلوا أو لتسلية ماذا؟ لتوريست، لتسلية السياح. الستاند دو نوريتور، ثم هناك أكشاك الطعام، ثم حيث هناك لستاند دو نوريتور، ثم هناك أكشاك الأكل أو المأكولات أو الطعام. دو سوار، المسائية. طبعا عندنا هنا للمساء نتكلم عن أكل المساء أو طعام المساء. لستاند دو نوريتور دو سوار، ثم حيث هناك أكشاك طعام المساء. رومبليس، يعني أنهم يملؤون هذه الأكشاك، يملؤون لا بلاس دو فابور، يعني أنهم يملؤون الساحة. طبعا عندنا هنا حل عندنا المكان، لا بلاس يعني المكان، ولكن المقصود بالساحة. إذن رومبليس لا بلاس يعني أنهم يملؤون الساحة. دو فابور، كلمة لا فابور تعني البخار أو الضباب الخفيف. لا فابور تعني البخار، وفي أحيان تعني الضباب الخفيف. إذن عندنا هنا هاد أكشاك طعام المساء يملؤون الساحة بالبخار. الستاند دو نوريتور دو سوار رومبليس لا بلاس دو فابور. إذا غوم، لا غوم المقصود به الرائحة الجميلة التي تخرج من بعض المواد، إذن يسمى لا غوم. إذن عندنا هنا الستاند دو نوريتور دو سوار رومبليس لا بلاس دو فابور. إذا غوم ديبيس، طبعا ليبيس المقصود به هو التوابل، ليبيس التوابل. إذن إذا غوم ديبيس المقصود بها ورائحة التوابل. إذن هاد ليستوند دو نوريتور دو سوار رومبليس لا بلاس دو فابور إذا غوم ديبيس. إذن أكشاك مأكولات المساء، إذن أكشاك طعام المساء يملؤون الساحة بالبخار ثم برائحة التوابل. صوفي إن شوز مغيوز، يعني أنه كان، صوفي إن شوز مغيوز يعني أنه كان شيئا رائعا، لقد كان شيئا رائعا، يعني أن هذه الرحلة كانت شيئا رائعا. صوفي إن شوز مغيوز يعني أنه كان شيئا رائعا. إذن هذا كريم، يمكن أن يقول كريم هذا، وممكن أن يقول كلاما آخر. إذن جوبسار إي جو ديكوفر، أنا ألاحظ وأنا أكتشف، كما قلنا هذا لوفاب أوبسافي، والآخر هذا فعل ديكوفغير يعني فعل اكتشف، أوبسافي يعني لاحظ، ديكوفغير اكتشف. إذن أول سؤال، كومون سابيل شاكان دي دو غارسون، كومون سابيل شاكان دي دو غارسون، كيف يسمى، كما عندنا هنا كيف ينادى كل واحد شاكان دي دو غارسون من الطفلين، كيف ينادى كل واحد من الطفلين، المقصود ماذا يسمى، إذا ما اسم كل طفل من الطفلين، هذا هو المقصود هنا. كومون سابيل شاكان دي دو غارسون، إذا المقصود هنا ما هو اسم كل من الطفلين. إذا سنقول ماذا، لو بروميي غارسون سابيل دريس، لو بروميي غارسون ا غوش سابيل دريس، لو دوزيام غارسون سابيل كارين، لو دوزيام غارسون سابيل كارين. ممكن أننا نقول لان دي دو غارسون سابيل دريس، لوتر سابيل كارين. لا دي دو غارسون يعني واحد من الطفلين سابيل يعني انه يسمى دريس، يسمى ادريس. لوتر والاخر سابيل كارين، والاخر يسمى كارين. لا دي دو غارسون سابيل دريس، لوتر سابيل كارين. ممكن اننا نقول لو بروميي سابيل دريس، لوتر سابيل كارين. او سو تروف تيل، اين يتواجدون او اين يتواجدان،
se trouve t il عندنا لو فيرب se trouver. Se trouver يعني تواجد. Trouver يعني انك انت تجد شيئا اخر. هنا عندنا لو فيرب se trouver يعني انك انت تجد نفسك. يعني انت تجد نفسك المقصود فين كنت. انا اجد نفسي مثلا في الرباط، المقصود انني اتواجد في الرباط. اذا الفعل يقال هكذا، هذا لو فيرب se trouver. اذا عندنا لو فيرب trouver انك انت تجد شيئا اخر، ثم عندنا لو فيرب se trouver يعني ان الانسان يجد نفسه. الفعلين واخا عندهم المعنى قريب ماشي بحال بحال، فهما ليس نفس الفعل، وهذا ينطبق على مجموعه من الافعال التي تسبق بسو والتي لا تسبق بسو، فهذه الافعال ليست نفسها. اذا عندنا لو فيرب trouver، ثم عندنا هنا لو فيرب se trouver. se trouve-t-il اين يتواجدون، المقصود اين يتواجدان. اذا يمكن ان نقول ادريس اي كاريم se trouve dans la cour de l'école. ادريس اي كاريم se trouve dans la cour de l'école، يعني ان ادريس وكريم يتواجدان بساحه المدرسه. دو كو بارل-t-il، دو كو بارل-t-il، عن ماذا يتحدثان، عن ماذا يتكلمان. دو كو بارل-t-il. طبعا كما لاحظنا بان كريم وادريس كانا يرويان ذكريات عطلهم. اذا ماذا سنقول؟ اذا ادريس اي كريم راكونت لور استوار ماركونت بوندون لور فاكونس. ايل راكونت لور استوار ماركونت بوندون لور فاكونس، يعني انهما يرويان قصصهما الرائعه خلال عطلتهما. يعني انهما يرويان قصصهما الرائعه خلال عطلتهما. Il raconte leur histoire marquante pendant leurs vacances. marquante المقصود بها البارزه. اذا كما نتكلم عن قصص بارزه pendant leurs vacances، خلال عطلتهم او خلال عطلهم كما عندنا هنا. إذا طبعا ما دامت أنها جميلة طبعا ستكون بارزة. ثم عندنا كو فواتو سور شاك إيماج، ماذا ترى. كو فواتو ماذا ترى سور شاك إيماج، فوق كل صورة. طبعا سنعود للصور التي تجاوزناها. إذا أون لا بخوميييغ إيماج، إذا كيسكون فوا سور سيت إيماج، كيسكون فوا سور سيت إيماج، ماذا نرى فوق هذه الصورة. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Nada nara fawqa hadhihi as-sura. Idan la première image, sur la première image, on a le lac d'Afourar. C'est le lac d'Afourar. Alors la première image disait le lac d'Afourar. As-sura al-oula tumathil buhayrat Afourar. La première image désigne le lac d'Afourar. As-sura al-oula tumathil buhayrat Afourar. Nous passons à la deuxième image. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Comme le voyez, on a des campeurs. Et donc, comme on l'a dit, on a Mostafoun, des campeurs. Et bien, nous avons le camp, comme on a dit, et le Mokhayim. Des campeurs, comme on a dit, Mokhayimim. Comme on a le verbe camper, comme on a le verbe camper, et le Mokhayim. Le camp, le Mokhayim. إذن ديكومبور المقصود بها المخيمون. إذن على الصورة الثانية نلاحظ أو نرى مخيمين يخيمون في منظر جميل. إذن سور لا دوزيام إيماج نو فويو ديكومبور، ديكومبور كي كامب دون زان بيزاج مانيفيك، يعني في منظر رائع. أبخي أون لا تخوازيام إيماج، كيسكون فوا سور سيت إيماج، كيسكون فوا sur cette image. إذا ماذا نرى على هذه الصورة؟ إذا qu'est-ce qu'on voit sur cette image؟ Que vois-tu sur cette image؟ sur cette image. إذا ماذا ترى فوق هذه الصورة كما نقول؟ المقصود ماذا ترى على هذه الصورة؟ إذا كما نلاحظ ils font du kayak، كما لو نقول بأنهم يفعلون هذا القارب. ils font du kayak، يعني هم يفعلون كما نقول قاربا. طبعا ذكرنا هذا القارب الذي يسمى كا
كاياك. طبعا عندما نقول هم يفعلون قربا، فعندما نقول يلفون دو كاياك، فالمعنى الذي سيأتي للذهن أولا المقصود المعنى الشائع هو أنهم يركبون هذا القارب، هو أنهم يركبون هذا القارب. يلفون دو كاياك، هم يركبون قاربا بمعنى آخر. طبعا هنا عندنا يلفون، هذا لو فيغ أو بخيزون يعني في الحاضر. يلفون يعني هم يفعلون، دو كاياك يعني يفعلون قارب من النوع الذي ذكرنا. المقصود به هم يفعلون قاربا، المقصود أنهم يركبون قاربا. هكذا أصبح متعارفا على هذه العبارة، عندما تقال إلفون دو كاياك أو بيا جوفي دو كاياك يعني أنا أركب قاربا، جوفي دو كاياك يعني أنا أفعل قاربا من هذا النوع الصغير، المقصود أنني أركب قاربا صغيرا. ثم لا ديغنيغ إيماج، أبخي أنا لا ديغنيغ إيماج، في الأخير عندنا الصورة الأخيرة. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Madame Ra'alad Sora, on voit des personnes qui participent à des randonnées. Sur la dernière image, ou bien sur la quatrième image, on voit des randonneurs. يعني أننا نرى كما لو نقول متنزهين لمسافات طويلة. إذا نحن نرى متنزهين لمسافات طويلة. طبعا كما قلنا في التعريف غوندوني المقصود بها لونغ بخومناد، إذن غوندوني المقصود بها لونغ بخومناد، إذن نتكلم عن نزهة طويلة، إذن نقول كما قلنا غوندوني بيديستخ، إذن نتكلم عن نزهة طويلة على الأرجل غوندوني بيديستخ. نستكمل في الفقرات القادمة، حياكم الله وإلى اللقاء.